اختلف الناس في تفسير مفهوم النضج، البعض يربطه بالسن لكن البعض الآخر يقول لك ارتباطه بالتجارب اللي يعيشها الإنسان، أما الآخرين فيقيسونه بقدرة الشخص على التعامل مع الآخرين. شنو المقصود بالنضج؟ ومتى نصبح ناضجين؟ وشلون نقدر نطور من شخصياتنا عشان نوصل لهذه المرحلة؟ كل هذا راح نعرف تفاصيل الموضوع مع الأخصائية النفسية والباحثة الدكتورة فجر الماجد. نصبح عليك بالخير أستاذة فجر، حياك الله. مشكورين على استضافتي بالبرنامج. حياك الله أستاذة فجر. يمكن في البداية احنا نسمع كلمة النضج وايد، يعني من أول ما نبدي نوعه ويصير عندنا مفهوم الإدراك، ونسمع دائما الناس يقولنا لازم تكون ناضج، لازم تعرفين تقررين، لازم تعرفين أنك أنت الحين كبرتي، بس مفهوم النضج شنو؟ والله النضج كلمة ما لها مقياس، تختلف من شخص لشخص والمجتمع لمجتمع، لكن في موضوعنا اليوم نفكر بالنضج كالاعتماد على النفس، الاتزان والتأني في القرارات والسلوك، قدرة البناء العلاقات القوية والصحية، وقدرة التعلم من التجارب اللي تصير في الحياة. زين النضج عفوا، يعني أنا أقدر متى أقول أو أطلق على هذا الشخص أو الإنسانة أنهم ناضجين؟ هل على حسب العمر أو شلون قاعد يتعامل مع الآخرين أو هو التجارب في الحياة اللي مر فيها؟ العمر مو مقياس، لأن مثل ما قلنا أن لازم الشخص يقدر يتعلم من التجارب السلبية والإيجابية. نعم. ومع الآخرين هم بعد مو مقياس، لأن تلقى الشخص يمكن يكون قوي ولا يمكن يكون قادر يتعامل مع مواضيعه بروحه، بس هذا ما يدل على النضج، أنا ما تدري شنو يصير قاعد داخله. يعني ممكن يكون الشخص بعمر صغير لكن ممكن مر بتجارب قاسية أو مر بتجارب سوت له نقلة في حياته، فممكن أقول هذا الشخص ممكن يكون ناضج؟ اي نعم يقدر يكون ناضج. نعم. وهي بس القدره على التعلم من هالتجارب. متى ممكن اقول ان الشخص هذا ما نضج او مو قادر ينضج في حاله تاخر هذا الموضوع؟ شنو الحل؟ والله الحل هو صراحه يكون الاسباب مشكله قله النضج ولا ما يكون الشخص ناضج تكون اسباب عائليه وتكون اسباب شخصيه. نعم. فاحنا شنو وي تارجت الاسباب العائليه يمكن في العلم النفسي الإرشادي، ولا نتعامل معاه بشخص من شخص لشخص؟ يعني هل هو يكون يعني التربية أو الأهل يلعبون دور أساسي في نضج الإنسان؟ يكون دور أساسي في خط رفيع بين الحب الصحي وبين السيطرة أو الدمج الكلي. يعني شلون؟ ياريت لو توضحين لنا أكثر، يعني طريقة تعامل الأهل مع الأبناء ممكن تأخر نضوجهم أو ممكن تخليهم ناضجين وأكبر من سنهم؟ إيه ساعات ما يعطون مساحة حق الطفل إنه يذهب وينمو ويشوف يكتشف الحياة بنفسه، كلما يعني وايد خلينا قريب منهم بطريقة اللي ما قاعد ينضج ويكبر. نعم، بس هل هذا يعني نلقي اللائمة كلها على الأهل؟ إنزين هني وين دور الفرد نفسه؟ إنه هو يطور من نفسه، يروح مثلا يثقف نفسه من هالناحية، يخوض تجارب. إيه لازم يكون عنده استعداد نفسي، ولازم يكون عنده وعي إن هذا الموضوع راح يكون مؤلم وراح يكون يسبب الضياع المؤقت، ولازم يكون بعد يكون في إدراك من شنو داخله وشنو خارجه اللي قاعد يصير. فهذه العوامل لما تكون موجودة بالشخص يقدر بعدين يطور نفسه بالمحاضرات والقراية والسفر وعلاقاته مع الناس. فبس مسؤوليته يعني تكون هذا في سن متأخر أكثر، من هو صغير وايد صعب عليه إنه يعرف كل هالأشياء. نعم. إنزين يعني الحين الشخص يقدر هو يعرف إذا هو كان ناضج ولا لا؟ ولا لازم الناس هي اللي يعني راح تعرف وتقول لي والله لا انت والله اعتقد ان لحد الحين تجاربك بالحياه ما هي كثيره فانت ما وصلتي مرحله النضج اللي نقدر نقول والله انت انسانه ناضجه؟ رد حق مفهوم النضج. يعني احنا تكلمنا النضج هو ما له مقياس. بعض الاوقات يكون الشخص يعيش في ضياع وفي تهور ومو عارف شو السالفه. بعض الوقت هذا الانسان يكون ناضج لانه تقبل حياته. ان الحياه صعبت في المفهوم البوست مودرنزم. ان الحياه تكون صعبه، الضياع هو يعني طبيعة الحياة، طبيعة الشخص. فبساعات الوقت الشخص اللي لما يعترف ان هذا هو الواقع، هذا الشخص يكون ناضج. شنو ممكن يخلي الانسان ما يكون ناضج يعني بالمستوى المطلوب؟ خلينا نتكلم لو شخص مثلا الحين وصل لي مثلا العمل، مرحلة العمل المفروض هنا احنا نضجنا نوعا ما بالنسبة معقولة، لكن نشوف في بعض الناس اللي راحت اللي المهنة والعمل لا يزالون هم غير ناضجين فكريا، ما هم مستعدين. هني يلجأ لازم الشخص للمختص أم انه يروح دورات ورش عمل؟ شنو العمل يعني؟
يعني أنا أفضل أن الشخص يروح يراجع عند واحد مختص وبعدين بناء على الأسس اللي قاعد يتعلمها واللي يشتغل فيها يروح بعدين يطور نفسه. إنزين، هي هل في مشاكل ممكن تنتج إذا الشخص ما كان ناضج كفاية في عمر ما؟ أي خطر، يعني خاصة إذا الشخص مثلا بيسافر برا ما عنده سبورت، خاصة إذا الشخص يكون هنا يدش في مثلا تجربة زواج ولا تجربة عمل جديد، هذا قد يسبب خطورة يعني. إنزين، الحين الشخص نفترض إنه واجه مثلا في بيئة العمل، أو خلينا نتكلم عن يعني جانب آخر، ما نبي نتكلم بس عن العمل، في حالة إنه هو سواء كان ذكر أو أنثى ودشوا في علاقة زواج، أحد الطرفين ما كان ناضج كفاية، هني راح تكبر المشكلة بين الأزواج لأن في فجوة صارت بينهم. شلون الشخص يقدر يطور نفسه؟ هل يقدر الشخص إذا ما كان مختص إنه يساعد مثلا زوجته أو هي المرأة تساعد زوجها إنه يكون أكثر نضوجا؟ اي نعم، هو الواحد لازم يعترف بالبدايه ان انا عندي اشياء اقدر اطور فيها من نفسي، ان انا اللي قاعد اسويه مو ما قاعد اشتغل. فاعتقد التنبيه والمسانده وعطى الشخص مثلا المساحه انه شوي شوي يتعلم ويكبر. نعم، وايد ناس نسمعهم دكتوره انه يقولون انت عشان تصير ناضج لازم تدش في تجارب مختلفه في مجالات متعدده، حتى لو اذا انت كنت في سن صغير، يعني تطوع، اخذك مثلا وظيفه في دوام، مثلا نقولها احنا بارت تايم، حاول ان انت تختلط في ناس حتى لو كانوا اكبر منك او اصغر منك، اسمعهم شوف تجاربهم بالحياه، هذا كله ممكن انه يصقل شخصيه الانسان ويكون اكثر نضوجا ويتطور. اي نعم. هل هذا ممكن فعلا يساعد ان الانسان متى ما حط نفسه في هذه البيئه وهذه العوامل انه يساعد انه ينضج اسرع؟ اي نعم، هذه كل العوامل تقدر تساعد الشخص انه ينضج بسرعه. بس لازم يكون عنده الاستعداد النفسي، يعني اكو ناس وايد سافروا وراحوا ويردون مثلا الكويت تلقين الكلتشر شوك قوي. وتلقين وايد صعب عليهم انه يستخدمون الخبره لان للحين ما جادوا الخبره في الكويت. يعني مو شرط الشخص إذا سافر برا عشان يكتسب خبرات ممكن هذا فعلا يعود عليه بالفايدة، يمكن أنه ما يتأثر ذاك التأثير الكبير، هذا اللي تقصدينه دكتورة؟ أعتقد يعني مثلا اللي دارسين في الكويت، هذه مشكلة أنا واجهتها. نعم. عارفين شغل الكويت، عندهم خبرة بالعلاقات الكويتية. فتلقين هالشخص يمكن عنده خبرة أكثر في التعامل، عنده يعني نضج في العمل وفي التقاليد وكل شيء من شخص جاي من برا ما يعرف. ففي هذا الموضوع اعتقد في موضوع النضج يعني. زين، ليش احنا بعض المرات نشوف يعني اطفال حتى لو كانوا بعمر صغير، نتكلم عن 10 يعني 12 سنه، لكن ادراكه ما شاء الله عالي، يقدر يحاور، فاهم، قادر يميز بين الامور وعنده منطق حتى في الكلام. يعني نميز، وفي ناس يكون اكبر يمكن دشوا لمرحله الثانويه او الجامعه، لكن لما نقارن هالشخصيتين نشوف اللي عمره اقل ناضج أكثر من اللي ممكن مر بهذه السنوات وشاف مروا عليه ناس وايد. منو اللي متأثر؟ يعني السبب ليش هذا متأثر وشخصيته أبرزت في العمر الصغير وبين أنه فاهم وواعي وناضج، والشخص اللي أكبر لا؟ هذا سؤال وايد صعب لأن ما نعرف شنو مر الشخص يعني من فترة الشباب إلى فترة التقدم في العمر. ما ندري الصدمات اللي واجهها، ما ندري شنو الألم اللي صار يعني. فوايد صعب إني أقول إن هذا الشاب اللي ما شاف يمكن الدنيا كثر ما الكبير، ما عاش التجارب الصعبة. وايد صعب علينا نقول شنو اللينك يعني. وبعض الأوقات إنه يعني مثل ما قلت، الشخص اللي يقول أنا ضايع، أنا ما أعرف إيش قاعد يصير، أنا يعني متهور، لازم يكون كل ما عرف هالشيء يكون ناضج أكثر. زين، يعني الحين أنا ودي أركز على جانب أو دور الأهل في عملية النضج. يعني هل الأهل لازم يكون عندهم بعض المهارات؟ لازم الأهل، في ناس يقولوا، في أهل يقول إحنا ما كنا ندري إن إحنا قاعد نأثر سلباً على عيالنا، فإحنا خليناهم غير ناضجين على الرغم من كبر سنهم. وين الخطأ اللي قاعد يسوونه أولياء الأمور؟ أعتقد الخطأ يكون في بداية سن الأطفال يعني. بعدين لازم بعد الشخص يأخذ المسؤولية، بس في البداية أعتقد كل شخص قبل أنه ينجب لازم يكون عارف نفسه عدل وعارف شنو أنا ليش قاعد أنجب. أبي الأطفال، أبي أربيهم، ولا أنا قاعد أنجب لأن أنا محتاج أحد، محتاج سيكوريتي بلانكت. ففي وايد يعني لازم حتى الأهل يطورون من نفسهم قبل ما أنه ينجبون. شلون نقدر إحنا أن نتعامل مع الشخصية الغير ناضجة؟ أعتقد المساندة، وأعتقد يمكن خليهم يعرفون بطريقة غير مباشرة أنه يبيلهم شغل. نعم. وشوي شوي أعتقد المساندة أهم شيء. نعم.
يعني إذا حابة توجهين دكتورة أي مثل نصيحة للأشخاص اللي فعلا هو واعي على نفسه أنه ما هو ناضج، يعني سنه ونضوجه ما هم متقاربين، أيه. شنو ممكن يسوي كخطوة أولى؟ الاعتراف. الاعتراف أن أنا مو ناضج وأنا مو عيب، يعني كل واحد منا عنده يعني سبب أن احنا ليش مو ناضجين، فمو عيب بالبداية روح أشوف أخصائي نفسي، أقول حق اللي معاي ترى أنا أحتاج مساعدة. نعم، كلش كلش أكيد الأخصائية النفسية والباحثة الدكتورة فجر الماجد على هذا اللقاء، ونتمنى يكون الناس استفادوا في موضوع ما يخص النضج، اللي فهمناه أن السن والنضج ما لهم علاقة في بعض، يمكن تكون سنك صغير لكن ناضج كثير عن الكثيرين من ما هما أكبر منك سنا.